غيقودهم هذا التأويل الخاطئ هو أن الله سبحانه وتعالى عيا أو تعب من هذا العمل المتعب في 6 أيام وخاصه يستراح في اليوم السابع. هو بيني وبين إسرائيل علامة عهد إلى الأبد، لأنه في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض، وفي اليوم السابع فرغ من العمل واستراح. مرحبا بمتتبعي موقع ريحانة بريس، نلتقي مرة أخرى وفي إطار سلسلة أخرى وبرنامج ديني جديد تحت عنوان قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. ظهرت الصور الأولى من نظرية الانفجار العظيم قبل قرن من الزمان، ومع تطور العلوم للرصد تمكن العلماء من تأكيد هذه النظرية. لكن مؤخرا ظهرت عدة فرضيات إضافية كتقترح أن الانفجار العظيم لم يكن مجرد نقطة واحدة بدأ منها كل شيء، بل هناك حالة من التغير والتقلب اللي اختبرها الكون خلال البدايات الأولى دياله، ولتسببات ربما في حدوث انفجار عظيم ثاني بعد عدة أسابيع من الانفجار الأول، لكنه انفجار مختلف كان سبب في نشوء المادة المظلمة. كل الكشوفات الأثرية اللي اكتشفها الإنسان في الأمم الغابرة والقديمة دلت على أن الإنسان وعلى مر العصور كان كيتفكر في خلق الكون وأصل الإنسان. وكل الرسومات اللي لقاو في معظم الآثار القديمة كتشير إلى علاقة الإنسان بالكواكب، ودائما كان كيحاول يربط الوجود ديالو على الأرض بالسماء. كذلك كانت الديانات المصرية القديمة وغيرها من الديانات في العصر الحديث. وإلى يومنا هذا بقات هذه الأمور كتشغل بال علماء الفلك وعلماء الطبيعة كيفما طرى أو جرى القدماء المصريين وغيرهم. وكانت الأديان السماوية لها دور كبير في توسيع الأفق ديال الإنسان باش يفهم بعض الحقائق عن أصل الكون وأصل البشرية، إلا أن فضول الإنسان بقى كيدفعه للبحث في تفاصيل الخلق أكثر من ذاك الشيء اللي صرحات به الكتب السماوية اللي جات بإشارات بسيطة على هذه الأسرار بلا ما تفسر أكثر. التوراة والقرآن مثلا تكلموا بإشارات فقط على مراحل تطور السماوات خلق السماوات والأرض، بحال قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هذه الآية وغيرها مثلا ما وضحاتش بالتفصيل كيفية بداية خلق الكون، ولكنها وضحات المرحلة الأخيرة اللي توجدات فيها الأرض ملاصقة بأجرام السماء قبل ما تكون مسألة الفتق والرتق وانتشار الكواكب والنجوم في الفضاء. إلا خذنا بالاعتبار أن الله سبحانه وتعالى تكلم في آية أخرى على عملية خلق الكون وقال أنها خذت 6 ديال المراحل مختلفة. قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. إذن الله سبحانه وتعالى أخبرنا ببعض أسرار خلق الكون، وفي نفس الوقت خلى لنا الباب مفتوح من أجل التدبر والبحث في التفاصيل، بل أقال لنا أن هذا التفكر والتدبر عبادة كبيرة بحال القول ديال الله سبحانه وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. مسألة الخلق مسألة معقدة جدا، ومن الصعب على العقل البشري البسيط أنه يستوعب التفاصيل ديال هذه المسألة. زيد على ذلك أننا ما نستطيعوش نستوعب قدرات الله تعالى. لهذا بنو إسرائيل انزلقوا كثيرا في تأويل آيات مشابهة عندهم في التوراة كتشير المراحل تطور خلق الكون في 6 أيام.
فقاموا بتفسير هذه المراحل الستة تفسير حرفي بأن هذه الأيام بحال الأيام ديالنا السبت لحد الاثنين، يعني بحال الأيام ديالنا نحن البشر. غيقودهم هذا التأويل الخاطئ هو أن الله سبحانه وتعالى عيا أو تعب من هذا العمل المتعب في 6 أيام وخاصه يستراح في اليوم السابع. جاء في التوراة الحالية على حسب اليهود، يعني قول اليهود، وهذا غير نسبه لله سبحانه وتعالى في سفر الخروج، أن الله يقول هو بيني وبين إسرائيل علامة عهد إلى الأبد، لأنه في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض، وفي اليوم السابع فرغ من العمل والسراح. وصحيح أن الأيام 6 كيف ما عندنا نحن المسلمين، وهي مراحل لخلق السماوات والأرض ولتطور الخلق، لكن هذه المراحل تساوي ملايين السنين من الأيام ديالنا. لكن اليهود وكعادتهم حاولوا تجسيم قدرة الله تعالى وطريقة الخلق في صورة تشبه قدرات البشر وطريقتهم في الصناعة، لأنه وذلك قادهم ووصلهم لطريق مسدود، هو أن الصانع لا بد له من استراحة من هذا العمل المتعب. فزادوا اليوم السابع كراحة للرب سبحانه وتعالى، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. العلم الحديث جاء باش يأكد هذه الحقيقة القرآنية، وهي أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقتا، يعني كانوا ملتصقين وتفرقوا في مرحلة لاحقة من مراحل التطور، ثم تكونت الأرض وبقيت الكواكب والأجرام السماوية. وهذا هو اللي تعرف بنظرية الانفجار العظيم عند علماء الفلك، بيج بونج. هذه النظرية كتمثل في العصر ديالنا العمود الفقري للعقائد ديال العلمانيين في الغرب، لأنهم كيأمنوا بأن الكون جاء ككتلة واحدة وانفجرات وخرجات منها باقي مكونات الكون، لكنهم ما طرحوش على أنفسهم واحد السؤال اللي هو الأهم في هذه النظرية، هو شكون اللي خلق هذه الكتلة قبل ما تنفجر. ورغم أن هذه النظرية ديال الانفجار العظيم بنفسها ما كتشيرش لمصدر الخلق الأول، وما استطاعتش تفسير منين جات هذه الكتلة الأولى اللي انفجرت، إلا أن هاد العلماء العلمانيين وبعضهم أو بعضهم لكي لا نعمم انزلقوا نفس المنزلق اللي انزلقات فيه اليهود، وعوض باش يتفكروا شكون اللي خلق هذه الكتلة الأولى وشكون اللي فجرها، قالوا أن الخلاصة اللي يوصلوا لها بدون دليل نقلي أو دليل علمي أن الكون توجد وتطور بطريقة تلقائية، وبالتالي خلصوا إلى أنه لا يوجد إله وخالق لهذا الكون، وبقاو كيروجوا لهذا المعتقد الجديد اللي لقى قبول كبير من عند العامة ديال الناس. حتى العلمانيين بصراحة عانوا بزاف من ضيق عقول رجال الدين في الكنيسة، لدرجة أن الإلحاد ولا عقيدة مقرونة بالعلم في ظن العديد ديال عامة الناس اللي ما كيفهموش لا الدين ولا العلم. نظرية الانفجار العظيم جات إلى حد كبير كتصدق وصف الله تعالى لمسألة الفتق والرزق بين السماوات والأرض، وجات كتأكد أن القرآن الكريم ما كان حديثا يفترى من دون الله. لكن هذه النظرية ما فسرتش كيف بدأ خلق الحياة من حيوان ونبات على ظهر الأرض، وهذا اللي خلى العلمانيين والملحدين ما يستوعبوش عظمة الخلق واتساع واختلاف هذا الخلق. وتخلقت لهم معضلة كبيرة، هي خلق الإنسان نفسه اللي كيختلف على خلق وتطور الكون، وبداوا في البحث عن أصل الحياة فقط وما بحثوش عن أصل الكون، رغم أنهم كيآمنوا بنظرية الانفجار العظيم. وكيف ما انشغلوا علماء الأديان وعلماء الطبيعة على مر العصور والظهور وفي كل الحضارات القديمة والجديدة في مسألة خلق الكون، انشغلوا كذلك في خلق الإنسان على الأرض. كاين عدة نظريات حول وجود الإنسان، لكن لحد الساعة ما كايناش حتى نظرية متكاملة كتفسر هذه العملية. لهذا نجد أن هناك اختلاف كبير ما بين رأي أهل الأديان، سواء الدين الإسلامي أو اليهودي، اليهودي كان عليه بالدين اليهودي بالإسرائيليات، أو ما بين رأي علماء الطبيعة، كل واحد فيهم كيفسر ظاهرة وجود الحياة بالطريقة اللي بغى وبالطريقة اللي يطمئن لها. وخا الدين المسيحي هو دين سماوي واسع الانتشار في العالم، إلا أنه في هذه القضايا كيأخذ تفسيرات ديالو من الديانة اليهودية، لأن الدين المسيحي هو امتداد طبيعي يعني الديانة اليهودية، والإنجيل ما جابش تفسير مختلف عن أصل الكون وخلق الإنسان، بل جاب تفسير والوصف ديال التوراة
من قبل. لهذا غنتخلى نتكلموا فقط على رأي الإسلام واليهودية والإسرائيليات اللي كتمثل تأويلات اليهود للدين ديالهم، واللي تأثر بهاد الإسرائيليات بعض المسلمين كذلك تفسيراتهم بشهادة علماء المسلمين لبعض آيات القرآن اللي ما فسرهاش حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما فسرش فيها وسكت عنها. ولات المصادر الإسرائيلية هي الفهم الوحيد للمسلمين مجموعة ديال القضايا الغيبية بلا ما يحسوا وبلا ما يكون أي دليل على أن هذه التفسيرات من عند الله تعالى أو من عند أي نبي من الأنبياء. أما بالنسبة لتطور الإنسان عند علماء الطبيعة وأصحاب العلوم التطبيقية كانوا كيعانيوا من القديم وإلى يومنا هذا وفي كل المجتمعات والأديان من نظرة ضيقة من طرف رجال الدين بالنسبة للكنيسة أو العلماء بالنسبة للمسلمين، وكذلك كيعانيوا من الإصرار على أن أي فكرة وأي اكتشاف كيعارض التفسيرات ديالهم وديال الدين يعتبر كفرا، ولا يتركون أي مجال لإعادة فهم الدين خصوصا إلى بان بشكل قطعي أو بشكل علمي أن الفهم الديني القديم والتقليدي للنصوص فيه قصور. فشعلا العالم الفلكي الإيطالي غاليليو اللي عاش ما بين سنة 1564 و 1642 فشعلا الاكتشاف دياله أن الشمس هي مركز المجموعة الشمسية وليس الأرض كما كان يظن رجال الدين المسيحي في ذلك الوقت، لم تتردد الكنيسة في الحكم عليه بالكفر والنفي لأن الفهم ديالهم لبعض نصوص التوراة آنذاك كان كيشير إلى أن الأرض هي مركز الكون كله. إذن كل من يفتري في نظرهم ويكذب على الرب فهو كافر. صحيح أن غاليليو كان على خطأ وأن الأرض هي مركز الكون، ولكنها ليست مركز المدار الحلزوني ولا المجموعة الشمسية اللي كتوسطها الشمس وتدور حولها الأرض. المهم أن هذه الحادثة طواها الزمن بالنسيان، لكن لا زال رجال الدين اليوم وعلماء الدين كيسدوا الباب في وجه علماء بحال غاليليو اللي ذنبه الوحيد أنه تدبر في شكل كروية الأرض، وفنيتهم فنيته فنيت العلماء كلهم التدبر في خلق الكون، وهذا مطلب قرآني. التدبر في القرآن مطلب في خلق الله تعالى مطلب قرآني وأمر إلهي، وذنب الوحيد أنه كان يتدبر في الكون من أجل اكتشاف المزيد من قدرات الله تعالى وأسرار الكون. البحث في أسرار الفضاء وإثبات كروية الأرض ووضعها الصحيح بين أجرام السماء ما كانش أمر صعب لأن هذا المجال كيدخل في إطار البحث التجريبي المباشر، لكن البحث في أصل خلق الإنسان والحياة على الأرض عموما كان أكثر صعوبة لأنه كيعتمد على تحليل منطقي لأحداث وقعت في الماضي ولا يمكن مشاهدتها أو إجراء تجارب عليها في شي معمل. هذا الأمر هو اللي طول الصراع بين الكهنوت وبين علماء الطبيعة في قضية أصل الحياة في قضية أصل الحياة. المدرسة الداروينية مثلا في قضية وجود الإنسان كيعتمدوا علماء الطبيعة على المعيار الاستدلالي لأنها طرات في زمن غابر وهذه القضية غير قابلة للبحث في المختبرات، وبالتالي فإن هذه النتائج اللي اعتمدوا عليها استدلالية واستنباطية ولا يمكن إثباتها أو نفيها في المعمل بشكل قاطع. من أشهر النظريات العلمية في هذا الموضوع وأكثرها معارضة من أهل الأديان هي نظرية الانتخاب الطبيعي للعالم داروين شارلز داروين. داروين لم يحكم عليه بالموت أو النفي، علاش؟ لأنه عاش في زمن انهزمت فيه الكنيسة وفقدت السلطان ديالها والقوة ديالها اللي كانت كتمتع بها في عهد العالم غاليليو، لكن تحكم عليه بالكفر من قبل النصارى ومن قبل اليهود وحتى المسلمين جميعا ربما من أهل أديان أخرى أيضا لا ندري. وخا أن رجال الدين رفضوا بقوة نظرية داروين واجتمعوا على اختلاف الأديان ديالهم على تكفير داروين، إلا أن العلماء والمفكرين اليوم يقولوا أن نظرية التطور هي الوسيلة المنطقية الوحيدة اللي يمكن بها يتم تفسير وفهم عملية ظهور الإنسان العاقل على وجه الأرض. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة من سلسلة قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.